يحفظ الله يحفظك، والجزاء من جنس العمل. فمن حفظ الله يعني حفظ حدود الله وأوامر الله واجتنب ما نهاه الله عنه وحفظ جوارحه حفظه الله جل وعلا، وبالمقابل نسوا الله فنسيهم، الجزاء من جنس العمل. يحفظ الله يحفظك، ويكون هذا الحفظ بحفظ حدوده وحفظ الجوارح. ولذا بعض العلماء ولعله طاهر بن عبد الله الطبري قد جاز المئة واعترضته حفرة كبيرة فقفزها قفزها، وقد جاز المئة فقيل له كيف غامرت بهذه الحفرة وأنت جاوزت المئة؟ فقال: جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. ومن الشواهد على ذلك شيء أدركناه، إمام مسجد في الرياض قبل 30 عام أيام الحفريات العميقة للمجاري كان يؤم مسجد، فخرج من المسجد وهو كفيف البصر والذي أجزم به أنه يناهز المئة، خرج من المسجد فوقع في حفرة عميقة جدا، ففزع الناس لما الشيخ سقط، وكبير جدا لما أخرجوه من هذه الحفرة فإذا به لم يمسه شيء من الأذى إلا العصا انكسر. وهذا الشيخ معروف بالصلاح. احفظ الله يحفظك، احفظ البدن، احفظ العقل، لا يضيع عقلك بما لا ينفعك. تعاقل تضيع عقلك وتهدر عقلك فيما لا ينفعك، احفظه من الصغر يحفظ لك في الكبر. احفظ علمك من المخالفات يحفظ لك حتى وتثبت وتسدد حتى الموافات. فاحفظ الله يحفظك كلام عام مطلق يتناول جميع ما يمكن حفظه من قبل العبد، والجزاء من جنس العمل.